وهكذا كما جاء في قصة أحمد الأسيدي لما قال لطلابه كما نقل الحافظ ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق، أن شيخهم هذا كان يعني يستغل الظروف والأحداث ليوجه لهم بعض المواعظ. وهكذا ينبغي للدعاة أن يغتنموا يعني الأحداث للتربية، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع الصحابة ورأى تيس أسك ليس له قرون، فقال أيكم يشتري هذا؟ فقالوا يا رسول الله لو كان حيا ما اشترينا، ما كان ما يحبون يعني الجدي أو التيس الذي ليس له قرن. فقال لو كان حيا ما اشترى، يعني فنشتري وهو ميت. فقال للدنيا أهون عند الله من هذا. وهكذا أمثلة كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يستغل يعني الأحداث والظروف. هذا الشيخ نفس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، رأى كلاب متآلفة وهو في طريقه إلى المقبرة لتشيع جنازة، فقال للطلاب ماذا ترون؟ قالوا كلاب. قال ماذا تفعل؟ قال يلعق بعضها بعضا يعني متآلفة متحابة. فمضى. في العودة كانت قد ألقيت جيفة، ورأى الكلاب يعوي بعضها على بعض وينهش بعضها بعضا، فقال ماذا ترون؟ قالوا كلاب ينهش بعضها بعضا ويقطع بعضها بعضا. قال كذلك الدنيا إذا دخلت بين الأصحاب مزقتهم وفرقتهم، والأنانية وكثرت يعني وعدم العفو والحرص على الذات، يعني في مفسدات في الحقيقة للأخوة وعدم يعني العذر للآخرين. من جملة ذلك سوء الظن، يعني بعض الناس ابتعد عن إخوانه بسوء الظن بهم، أنهم يقصدون كذا ويتكلمون بكذا والرأي عندي أصواب وهكذا. وكذلك الناس إذا رأوا أن فلان ما دائما يسوء الظن يبتعدون عنه ولا يحبون مجالسته. فإذا إخواني إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي وعاد محبه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلمي. موضوع سوء الظن إخواني موضوع قد لا يتلبس به البعض لحسن أخلاقه، ولكن بعض الناس متلبس بهذا الخلق، لذلك جعله الله سبحانه في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، وذكرهم يعني السلف في مواضع كثيرة، والشواهد في هذا الباب في حياتنا يعني متناثرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وألسنتنا وأفعالنا، أنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.